حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نفس لا تقنطي من ذلة عظما، إن الكبائر في الغفران كاللمم. لعل رحمة ربي حين يقسمها، لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر إلهي لكل المسلمين بما اغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.